إحساس حلو قوي إن أوزوريس يكون بيحبك كده. أنتي عارفة إن قصة حبكو هتفضل عايشة على مر العصور؟ هتفضل قصة حب إيزيس وأوزوريس بتتحكي من شعب لشعب ومن زمن لزمن. مشكلتنا كلها في ست، أنا خايفة منه ومن شره. إيزيس، إيزيس، أنا بقيت ملك كامت. وطبعاً جلالة الملك مش هيوافق يتنازل عن العرش لست. أنتي بتقولي إيه؟ لا يمكن، إحنا عارفين كويس قوي سات هيعمل إيه في شعب كامت. فلسفة حكم سات هي القوة والبطش والحروب مع كل اللي حوالينا، وده هيخلي كامت وشعبها دايماً في خطر. وإنت فلسفتك إيه؟ شعب كامت شعب عظيم يستحق يشوف الخير ويبني مجده، ودوري كحاكم هو إني أوفر لهم المناخ المناسب لده. ست مش هيسيبك تعمل ده، وأنا مش هسمح له. أنت عارف كام مرة بشوف ست وهو بيدبر للتخلص منك، وكام مرة بشوفه بينجح؟ عارف إنك خايفة عليا، لكن كامت وشعبها يستحقوا المخاطرة دي، وهو أبقى عملت اللي عليا. وبعدين ما تقلقيش، طول ما أنت معايا أنا مطمن.